يجب أن نبني شيئاً نحتمي فيه. فلنربط المظلة بالدراجة. أحسنتم يا شباب، هذا سيحمينا من العاصفة لمدة. وشكراً لأنكم خطرتم بحياتكم لكي تساعدونا. بصراحة هذه ليست مساعدة، لأننا جميعاً سنحتاج إلى المساعدة الآن. يجب أن أجد طريقة لأصلح فيها الهاتف وأتصل بنانو لكي يحدد موقعنا تماماً. يجب أن أتجاوز نظام التشغيل وأعيد ضبط برنامج القمر الصناعي وأعزز خاصية تحديد المواقع. ما زال لا يعمل. أهلاً وسهلاً بك. الحمد لله، أرسلت رسالة استغاثة. أتمنى أن يروها ويرسل من يساعدنا. سننتظر كثيراً قبل أن يأتي أحد ليساعدنا. سمعت شيئاً، أظن أنهم وصلوا. لم أسمع شيئاً، ربما دخل رمل في أذنيك. أو عبيد، ربما دخل رمل في رأسك. كما ترى لا يوجد أحد حولنا على بعد أميال وأميال وأميال. سالم! سالم، هل هذا أنت؟ ومن هذا؟ هذا ابن خالتي تركي. أترى؟ قلت إن ما من أحد حولنا لأميال وأميال، لكن ظهر لنا تركي. كيف وجدتنا يا تركي؟ التقطت إشارة الاستغاثة على هاتفي. وكيف وصلت إلى هنا في هذه العاصفة؟ أخاف من المرتفعات. لقد عادوا، رائع. أمي، أبي، تعالوا بسرعة. أنا سعيد لأنكم عدتم سالمين. إذن ماذا ستفعلون اليوم؟ البحر؟ هناك رمل كثير. إلى أين ستذهبون؟ إلى المتنزه المائي. سيكون أروع يوم في حياتنا. يجب أن نذهب للعب في أكبر وأطول وأكثر لعبة مخيفة ومرعبة في المتنزه المائي. هاي، فلنركب زحلوقة كبيرة ومرتفعة ومخيفة مثل هذه. هيا تعالوا فلنستمتع يا شباب. رائع، يا سلام، يا لهذا الجو الرائع. بصراحة هذه اللعبة مذهلة. يا سلام. فلنلعب مرة ثانية. هيا هيا. ما كان هذا؟ لم تكن تلك اللعبة التي تخيلتها. ما هذا؟ بصراحة كانت ممتعة وسريعة للغاية. سالم، انظر، حتى الأطفال سبقونا. أجل، نريد ركوب لعبة مخيفة. أجل، لعبة مخيفة للغاية. إذن لحظة، سأبحث عن لعبة أخرى. دعونا نجرب مسبح الأمواج. هيا اتبعوني من هنا. يا سلام، هذا مذهل. أوف، ما هذا الشيء؟ خطير.
سالم، ما هذه السخافة؟ يا شباب، انظروا انظروا هنا، يوجد مثلجات مجانية. مثلجات؟ أين؟ أين المثلجات؟ قل لي. لكن مستحيل، مستحيل أن أركب هذه اللعبة. لا، أنا لن أفعل هذا أبداً. أين ذهب عبيد؟ ربما نزل هذه السلالم. إذن بقينا نحن الثلاثة فقط. ليتني ذهبت معه. بالتأكيد هو يتناول المثلجات ويستمتع في وقته. أم نائم في النهر البطيء؟ من سيبدأ أولاً؟ سالم؟ ها؟ هل تريد أن تبدأ أولاً؟ ها؟ أنا؟ إذن أنت ستبدأ أولاً؟ هيا أبدأ. لا يا سالم، ليس عليك فعل هذا. لا، أنا أريد ذلك. أفسح الطريق. إن كنت لا تريد ذلك فسنذهب من هنا معا. شكرا يا صديقي. في الحقيقة أشعر بأنني أستطيع ذلك ولم أعد خائفا. أحسنت يا سالم. لكن أنت متأكد؟ حسنا، اسمع، نحن سنلعب أولا لكي ترى كم هي سهلة. سنراك بعد قليل يا سالم. شكراً لكم. أخيراً، أخيراً وصلت إليك. أنت واقف هنا منذ وقت طويل؟ أنا أنتظر دوري، سأذهب الآن. لا تفعل يا سالم، دخلت في اللعبة بالخطأ وكان ذلك رائعا. جيد أنها أعجبتكم. هيا لنلعب مرة ثانية. هيا لنلعب مرة ثانية. سيكون ذلك رائعا. لا لا، أنا لن ألعب مرة ثانية. هيا يا عبيد. هيا سنتسلى. لا لا، شكرا لكم، من الأفضل أن ألعب في مسبح الأطفال الصغار. مصر
عبيد؟ أنا أنهيت أيضاً. ماذا عنك يا منصور؟ لا، ليس بعد. جيد، أخبرنا، ماذا تنوي أن تفعل؟ أريد أن أطور شريحة نانو الرقمية. سيكون بمستوى ذكاء أعلى، وسيكون مظهره أجمل، وسيستطيع الطيران. ماذا؟ رهيب، عجيب. ماذا تشعر يا نانو؟ سعيد جداً، سعيد. جهاز آلي يطير. نانو، أنت أفضل اختراع في الوجود. أسرع يا منصور، أسرع. أنهيت، علي أن أنهي أمرين بعد، وستصبح الشريحة جاهزة للتركيب. الأمر الأول، أطفئ نانو. نراك بعد قليل يا نانو، مع السلامة. والأمر الثاني، أشرب العصير. عبيد، أتريد العصير؟ لا شكراً، لدي عصير في حقيبتي. عبيد، لا تلمس شيئاً حتى أعود. لا لا، لا تخف، لن ألمس شيئاً. عبيد، لم تلمس شيئاً صحيح؟ لا طبعاً. هل كل شيء بخير؟ حان الآن وقت نانو النسخة المطورة. نانو النسخة المطورة، يلبي نداء الواجب. أهلا يا نانو، ماذا تشعر الآن؟ أشعر بأنني بخير. تم تشغيل الشريحة المطورة. ما هذا؟ لماذا تغير صوته؟ ولماذا أصبحت عيناه هكذا؟ أنا أستطيع الطيران، لكن هل هذه تستطيع الطيران؟ لا. هاي أنت. لا أعرف لماذا يتصرف بهذه الطريقة. ربما دخل فيه نوع من الفيروسات، يجب أن أطفئه. لا أحد يستطيع أن يطفئني. أعد لي كتابي. هل تستطيع الكتب المدرسية أن تطير؟ لا، إياك أن تفعل، إياك أن ترمي ذلك الكتاب. ماذا تفعلون هنا؟ اخرجوا، ألا ترون أنني أعمل؟ أهلا، تريدون اللعب؟ لا. انزلني يا نانو أرجوك. حسناً. واو، هاي فروضي المدرسية، يجب أن نوقف. انتهى أمرنا.
أهلاً يا شباب. أهلاً أهلاً أمي. أهلاً. سأترك الكيك هنا كي تأكلوه لاحقاً. لا نريد الكيك. لا يا نانو، لا أرجوك لا. عبيد، كان يجب أن تستأذن قبل أن تأكل الكيك. إنه نانو. لا أعرف ماذا تقصد يا عبيد. عبيد، هذا ليس جيداً. هيا امسح وجهك الآن. آسف لكن بصراحة الطعم مذهل للغاية. عبيد، ما الذي فعلته؟ ها؟ كيف الحال يا شباب؟ عبيد، تستمتع بتناول الكيك؟ مريم، هل رأيت ربطة عنقي؟ يجب أن أكون في المطار في 10 دقائق. كيف سيذهب والدك إلى المطار من دون هذه؟ لا يا نانو، سيتأخر والدي. سالم، بسرعة فك أنبوب المياه من الحنفية. ماذا؟ أحسنت يا منصور. وأنت أيضاً. تظن أنك تستطيع أن توقفني حقاً؟ ساعدوني، أمسكوا بأنبوب المياه. سالم، عبيد. شباب، مع السلامة. مع لاحقا. ها؟ الشريحة مليئة بالعصير. كيف حدث هذا؟ لا أصدق أنك فعلت هذا يا عبيد. ألم أقل لك لا تلمس شيئا؟ أنا لم ألمس شيئا حقا. وعصيرك. أي. أنا آسف يا منصور. كان مجرد حادث. لكن في النهاية لقد أعد المفاتيح. صحيح، لكن أتمنى أن يعود نانو إلى طبيعته. نانو النسخة المطورة يلبي النداء. بماذا تشعر يا نانو؟ أشعر أنني بخير. شكرا لك يا منصور. شكرا. لن تحطم أي شيء ولن تطير مع فروضنا المدرسية، صحيح؟ أنا لم أفهم. ماذا تقصد يا سالم؟ نانو، أنت تجيد تصليح الأشياء، صحيح؟ نعم، مع هذه النسخة المطورة أظن ذلك. أوه، كيف حدث هذا للطائرة؟
هذا أفضل اختراعاتي. هذا الاختراع سيحقق ثورة في مجال الأعصاب. كل ما علي أن أفعله الآن هو أجل. أوه لا لا. من أنت؟ من أنا؟ مرحبا أستاذ. مرحبا أستاذ، كيف حالك؟ عجيب، انظروا إلى هذا. ما هذا؟ هذا المشروع الجديد الذي تعمل عليه أستاذ؟ أنا لا أعرف حقا. ماذا يفعل؟ لا أعرف. تريد أن نجربه ونرى النتيجة؟ حسنا. تريدون برجر؟ إذا وضعت هذا على 9 وهذا على 5. تريدون بيتزا؟ وهذا مباشرة فوق. حسنا، تريدون شاورما؟ الآن لم يبقى سوى أن نعرف ماذا يفعل هذا الزر. شباب، أنا جائع. لديكم 3 خيارات: برجر، بيتزا، أو عبيد. أنت بخير؟ أنت تتكلم معي؟ من أنتم؟ من أنا؟ من هو عبيد؟ ساعدوني، ساعدوني. لا لا تتحرك. أتحرك؟ إلى أين أذهب؟ أنا لا أعرف أين أنا. كيف وصلت إلى هنا؟ ومن أين أتيت؟ أو شاورما، ماذا ستختارون؟ أنا لا أستطيع أن أصبر أكثر من ذلك. صاعق للذاكرة. ما رأيك أن نلعب قليلا؟ هاي أنتم يا أولاد، من اليوم وصاعدا هذه الحديقة ملكي، هيا اخرجوا منها. أعتقد أن هذا يكفي. واحدة بعد. مرحبا بكم يا شباب، كيف وصلت إلى هنا؟ شباب شباب. شباب انظروا، إنه ضيص في المتحف، يجب أن أبلغ الشرطة. سالم بسرعة، أعطني هاتفك. تذكروا الخطة، عندما تأخذون العلبة ارجعوا باتجاه النافذة وقولوا كلمة السر، وأنا سأتي لأخذكم. حاضر يا زعيم. تتذكرون كلمة السر صحيح؟ من أنا؟ أنت الزعيم يا زعيم. أنا أعرف من أكون، هذه كلمة السر. من أنا؟ هي كلمة السر. حسناً، هذا جيد. وما هي كلمة السر؟ إذا كنتم تريدون أن أبقى في مكاني. أنا لم أرك في حياتي. صحيح، والآن دعونا نبدأ. سيكونون هنا بعد قليل. ممتاز، مهمتنا انتهت هنا، والآن كل ما علينا فعله هو الانتظار، صحيح؟ منصور، أنا متأكد أن له علاقة بهذه المشكلة التي وقعنا فيها. القطعة معنا، أكرر، القطعة معنا. انزلوا نحو النافذة في الأسفل وقولوا كلمة السر وستجدونني هناك. حاضر يا زعيم. آه.
من أنت؟ من أنا؟ هذه كلمة السر، أنا في طريقي إلى الموقع. ما قصدك بمن أنا؟ أنت تعرفني جيدا. أنا لم أرك في حياتي. شباب، كل شيء بخير؟ ومن أنا؟ حسنا، أنا قادر. ابقى في مكانك يا زعيم. أنا أقصد، أنا لم أرك في حياتي. يكفي. هيا، لست جاهزا؟ لماذا أنت واقف هنا؟ هيا تحرك، يجب أن نخرج من هذا المكان. أولى منصور، منصور أعطني الساعق. من أنت؟ ولماذا أعطيك هذا ال ما هذا؟ أحد ما رأنا. أمسك بهم. منصور، لقد رأونا. من هو منصور؟ أنت لست أنت، أعطني الساعق فقط. أنا لست أنا؟ إذن كيف تعرف أن أنت هو أنت؟ من أنت؟ ولكن ما الأمر؟ من أنت؟ لما أنت واقف في مكانك؟ هيا أمسك بهم. أمسك بمن؟ الشباب، هذا ما كنت أقوله، أمسك بهم. عجيب، هذا الاختراع عظيم. سأصبح غنيا، لكن أولا يجب أن أقضي عليكم. منصور، توقف عن الرد. تمهلوا، تمهلوا، سوف أمسك بكم. من أنا؟ المتحة، الأولاد المزعجون. يجب أن أخرج من هنا. إلى أين ستهربون مني؟ أين أنا؟ أنت تتكلم معي؟ كنت أعرف أنك أنت وراء كل هذا، والآن يجب أن تدفع الثمن. أخيراً، عصابة ماجد الألماس، أنتم مقبوض عليكم. تعرفون؟ الآن عرفت ما معنى أن تقع في شر أعمالك. بالفعل، تجعلك تقوم بأعمال غريبة. أجل، تعرفون من كان يتصرف بغرابة أيضاً اليوم؟ هل تعرف؟ أنا ربما لا أعرف الكثير من الأمور، لكن الأمر الوحيد المتأكد منه أنك رجل وسيم يا أستاذ علي.
الأسرة هي نواة المجتمع، ولكي تتمكنوا من فهم وتقدير كل ما يفعله والديكم لكم، قررنا أن نعطيكم هذا الواجب. سنوزع عليكم هذه الصيصان، خذوها معكم إلى المنزل واهتموا بها لمدة يوم كامل. عجيب! المطلوب منكم كتابة تقرير عن تجربتكم. يا لحظكم الجميل، أنتم ستشهدون لحظة خروج الصوص من البيضة، ستكون تجربة ارتباط فريدة. عجيب! هذا الواجب لن يكون صعباً أبداً. التربية ليست أمرا سهلا أبدا. لا أعرف، مع أنني لا أرى الأمر صعبا. الصوص يلحق بي أينما أذهب. انظر انظر. الموضوع بسيط. صحيح أن هذا الواجب سيكون مثيراً، لكن أنا أعمل على شيء أكثر إثارة في المنزل. تعالوا معي. هذا الموجه الشعاعي سيكون له تأثير كبير في القضاء على الجوع في العالم. عندما سأسلط الأشعة على حبة الأرز هذه، ستتضخم 1000 مرة، أكبر من حجمها الطبيعي. المشكلة الوحيدة لدي الآن هي مع التصويب، لكنني أصلحتها. سيكون كل شيء جيداً. والآن انظروا. أظن أنك قلت 1000 مرة من الحجم الطبيعي. يبدو أنك تحتاج إلى أن تعمل عليه بعد. بسرعة، فلنخرجه من هنا طالما أنه ما زال باستطاعتنا ذلك. ساعدوني! سهلاً، لكن هذا غير معقول. اصعدوا يا شباب. ما المصيبة التي فعلتموها هذه المرة؟ كيف عرفتم أننا هنا؟ أتمزح؟ الجميع يعلم. أنتم على جميع قنوات الأخبار. حسناً، يمكننا معالجة الموقف. يجب أن أعكس تأثير الأشعة كي أعيد الصوص إلى حجمه الطبيعي. جيد جداً، لكن هذا إن استطعت أن تصوب جيداً طبعاً. أهلاً لحظة. كم من الوقت تحتاج لكي تعكس تأثير موجة الأشعة؟ ليس كثيراً. ما رأيك
أن تفعل هذا الآن؟ أنا أعكس تأثير التكبير. والآن؟ أصلح آلية التصويب. منصور، هيا. انتهيت. إذن بسرعة، أطلق عليه. ما زال علي تجربته. كما تعرف، مثل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بجدية أكبر. بعد التفكير، سأفعل ذلك الآن. ما هذا؟ أظن أنه كان من المفترض أن تجربه. لا 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 أستطيع أن أخاطر أكثر في المدينة حتى أصلح تصويب الجهاز. لقد اكتسبت القليل من الوقت. ماذا يمكنك أن تفعل بنظام التصويب؟ ليس لدينا وقت كاف. لقد لحق بنا. منصور، يجب أن تصلح التصويب وإلا سيلاحقنا الصوص إلى الأبد. أجل، وكم سيتطلب الأمر وقتا بعد؟ اقترب وقت عشاء كركور. عبيد، لماذا أحضرت الصوص المسكين معك إلى هنا؟ بالتأكيد هو خائف. ليس باليد حيلة، كركور لا يتركني أبداً، يظن أنني أمه لأنني أول من رآه عندما فقصت البيضة. وهو يلحق بك أينما ذهبت؟ أجل. يلحق بك أينما ذهبت؟ أجل، ما بكم تكررون السؤال نفسه؟ أي مثل صوص آخر يلحق بنا طوال النهار؟ مثل صوصي أنا يلحق بنا طوال النهار. تماماً. بما أننا عرفنا ماذا يريد، فلنأخذه إلى مكان فارغ وهكذا نتمكن من إعادته إلى حجمه. ما هي الخطة الآن؟ فلنذهب إلى الحديقة. منصور، أنت متأكد أنك تريد فعل هذا؟ بصراحة لا، أنا متأكد أنني لا أريد فعل ذلك، لكن يجب أن أصلح الخطأ الذي اقترفته. تعال إلى هنا أيها الكتكوت. أطلق يا منصور، أطلق. انظروا، هذا كل ما كان يريده، القليل من الاهتمام. أنا متحمس لأرى تقريرك غداً. تقريري؟ لا أظنه سيفاجئ الأستاذ علي. Thank you.
عبيد، ألم تنتهي من لعبة البط؟ يجب أن نتدرب، أمامنا بطولة كرة القدم الرباعية غداً. لكنني على وشك أن أنهي الدور الخامس. عبيد، استلم. آسف. شكرا، آسفون. يا ليتني ماهر في لعب الكرة كما أنا ماهر جدا في لعبة البط. يا سلام، تعرف أنك أعطيتني فكرة جديدة لاختراع جديد؟ أدري لماذا تقومون بالتحمية؟ أنتم لن تفوزوا أبداً. سنرى. نقش أم كتابة؟ نقش. لا، كتابة. نقش، نقش، نقش. كتابة. يمكن لفريقك أن يبدأ. محاولة ممتازة يا عبيد. صحيح، أنت الأفضل في ركل الكرة. ها؟ لكن أستاذ، استمروا في اللعب. يجب أن نسجل هدفاً. لم أرى أي هرة. تخيلت ذلك. ضربة مرمى. هذا ليس عدلا، إنهم يغشون. انتهى الشوط الأول. لا أصدق كم هم غشاشون. حقاً، لا أصدق فعلاً كيف ينجون بأفعالهم. لا أصدق كم أنا عطشان. اسمعوا يا شباب، أداؤنا رائع، يمكننا الفوز بهذه المباراة. الكرة لا تزال في ملعبنا، فلنرهم كرة القدم على أصولها. هيا، هيا. فلنفعل ذلك.
الشوط الثاني. ماذا قد يحصل أسوأ من هذا؟ أن يحصل هذا. ماذا نفعل الآن؟ أجل، لدي فكرة. من المستحيل أن نخسر المباراة الآن. ليس لديهم بديل حتى. لو سمحت يا أستاذ، أنا وجدت البديل عن البيت. تبديل. ماذا؟ من؟ هذا هو البديل؟ علبة من الصفيح؟ عبيد، البس هذا كي تتحكم في الروبوت. عبيد، حاول أن تتحرك. هذا أسخف شيء رأيته في حياتي. استمروا في اللعب. عبيد، لم يبق شيء على نهاية المباراة. عبيد. نعم. تخيل طارق وفريقه مجموعة من البط. ها؟ حسناً، أنا جاهز الآن. هيا نلعب. شكراً. هاي، أرسلها إلي. أقصد أرسلها إلى الروبوت. فلنريهم الآن من سيفوز. ها هو التعادل. هيا فلننهي هذه المباراة لصالحنا.
أنا بخير، أنا بخير. سنفوت بداية السباق. لا أرى أنها مشكلة لو فاتكم السباق، لأنكم في جميع الأحوال سوف تخسرون. يبدو أنك واثق من نفسك كثيراً. يمكنك أن تقول هذا إحساس. بما أن الجميع سيلعب بنزاهة، السباق سيكون ممتعاً. كلامك صحيح، بالتوفيق في السباق. لأنك ستحتاج إلى التوفيق. لا تجلس هكذا، هيا افعل شيئاً. أو حسناً. جميل. جمال. من الجهة الأخرى. هيا ارخها قليلاً، لا نريد أن يقع. أعده إلى مكانه، أعده إلى مكانه. لكني ظننت أنها. هيا بسرعة. حسناً. لكنك لم تشد البراغي جيداً. لأن هذه هي الفكرة أساساً. لم أفهم. تذكروا، هذا السباق جماعي، يجب أن نجمع 5 أعلام قبل أن نصل إلى خط النهاية، وإلا فلن نتأهل. لا تقلقوا، دعوا الأعلام. عبيد، أنت تقود وأنا سأجمع الأعلام. إلى اليمين. يمين. لا، أمامنا. كنت سأقول لك إلى اليمين، لكن إلى الأمام بعد. يجب أن نجمع أعلاماً أكثر. مع السلامة. أنت في أمان الآن. هه.
أخذته. توقف. أخذت العلم. ما زال معي. أنا أشعر بأنني أصبحت بارعا في القيادة. دع الأمر لنا. الرافعة. الرافعة. المفتاح. المفتاح. البرغي. البرغي. فوطة. فوطة. هيا يا صديقي أعطني إياها. فوطة. أنهينا. تحرك هيا بسرعة. تحرك يا منصور. شكرا. ما كنا سنفوز أبدا من دون مساعدتكم. Thank you.
يعني لن تلتزم بالبرنامج الغذائي يا عبيد؟ نعم، اسمع، لن تأكل المثلجات. أنا ملتزم بالبرنامج الغذائي، لكن هذا لا يعني أنني لا أستطيع النظر أو أحلم أنني أتناولها. مرحبا يا شباب. مرحبا شما. احذروا ماذا رأيت منذ قليل. رأيت عبيد وهو يقف عند متجر المثلجات، صحيح؟ لا، لقد رأيت فيلم التنين الآلي في السينما بتقنية 3D. ما الذي جرى له؟ لأنه متحمس جداً كي يشاهد فيلم التنين الآلي. متحمس جداً جداً جداً، لكن لا نستطيع مشاهدته الآن لأن هناك أحداً لديه موعد عند طبيب الأسنان. ونحن متفقون على أن نشاهد الفيلم معاً. مزعج. مسكين سالم، عليه أن ينتظر بعد 3 ساعات ليتمكن من مشاهدة الفيلم. ثلاث ساعات؟ أريد مشاهدته الآن. سأذهب للتسوق الآن. سيعجبك الفيلم كثيراً يا سالم، وصدقني صدقني هو يستحق عناء انتظارك. مع السلامة شما، نراك لاحقاً. لا أصدق أنها شاهدت الفيلم قبل أن نراه نحن. لا بأس، ستشاهده قريباً يا سالم. لا بأس، ستراه قريباً يا سالم. حسناً، أنا سأذهب الآن، سوف أراكم لاحقاً. متى سوف نشاهد الفيلم؟ بعد ساعة. منصور، ما رأيك أن نشاهد الفيلم الآن من دون معرفة أي أحد؟ وعبيد؟ لا لا لا، لا ينفع. نحن اتفقنا أن نشاهد الفيلم معاً. هيا يا منصور، فلنشاهد الفيلم الآن. قلت لك لا يعني لا يا سالم، الاتفاق اتفاق. لكن يا منصور، أنا أريد مشاهدة الفيلم الآن أرجوك. انظر يا منصور، الجميع شاهد الفيلم، لا يعقل ألا أشاهده أنا. سالم انظر. عبيد سوف ترى. شاهد الفيلم من دوننا. وأنت مخطئ يا سالم، أردت مشاهدة الفيلم من دونه. هاي، أنا كنت أريد مشاهدته لكن هو شاهده، هناك فرق. حسناً، فلنتكلم معه ونفهم ماذا حدث. مرحباً عبيد. مرحباً شما. كيف كان موعد الطبيب؟ أنا احتجت إلى حشوة، يعني أنني لن آكل لمدة ساعة كاملة. هذا مؤسف، لكن انظر إلى الجانب الإيجابي، الآن سوف تشاهد الفيلم. مرحباً يا صديقي العزيز، ما أخبارك؟ ماذا تفعل؟ كيف أحوالك؟ بخير. كيف كان موعدك؟ هل استمتعت؟ لا. متحمس لمشاهدة الفيلم؟ مرة ثانية؟ مرة ثانية؟ جيد، أين هو البالون؟ وهل هضمت المثلجات؟ منصور، ما القصة؟ نحن رأينا كل شيء. ماذا رأيتم؟ رأيناك خارجاً من السينما وتحمل معك بالوناً عليه شعار التنين الآلي، وكنت تأكل مثلجات بهذا الحجم. لا، لم أذهب إلى مكان ولم أكل شيئاً، أتيت توّاً من موعد الطبيب. انظر، عندي حشوة. لا تنكر يا عبيد. لكن ما مشكلتهم؟ لما يقولون هذه الأمور عني؟ لا تخف يا عبيد، أنا أصدقك. والدليل؟ انظر، هذا أنا. أقصد أنا هو، قصدي يشبهني. يبدو أن منصور وسالم رأوه خارجاً من الفيلم، وربما ظنوه أنت. أجل، صحيح يا شباب. لحظة، عندي فكرة.
مرحبا، أعتذر على الإزعاج، لكن أريد أن أعرفك على صديقي. مرحبا، كيف حالك؟ أنا اسمي عبيد. مرحبا عبيد، أنا اسمي عمر. عمر، نريد أن نفعل مقلبا بأصدقائنا ونحتاج إلى مساعدتك قليلا، ما رأيك؟ أنتم يا شباب اتهمتم عبيد بأنه لم يتبع برنامجه الغذائي، ولكي يثبت لكم أن لديه لياقة وأن صحته تتحسن، قرر عبيد أن يتحداكم في سباق. هل تمزحون معنا؟ لا، لا نمزح، أنا سأسابقكم من هناك حتى آخر مركز التسوق. لكن يا عبيد، أنا متأكد أننا نحن سنفوز. سابقوني وسنرى. يا عبيد، اسمع، إذا استطعت الوصول حتى آخر المول قبلنا، سأشتري لك طبق دجاج. حسناً، اتفقنا، لكن مهلاً، من الحجم الكبير. اتفقنا، فلنبدأ السباق. أنتم يا شباب من هذه الجهة، وعبيد سوف تذهب من هذه الجهة، والذي يصل إلى النهاية يكون هو الفائز. سيكون سباقاً سخيفاً. طبعاً سيكون سباقاً سخيفاً. في مواقعكم، استعدوا، انطلقوا. يبدو أننا سبقناه من الآن. بالتأكيد، بالتأكيد انقطع نفسه الآن. هيا، لا بأس، نكاد نصل. ماذا؟ ماذا كان وراءنا؟ هذا مستحيل. أنا فزت. كيف؟ 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 كيف فعلت هذا؟ ها؟ من فاز؟ فاز عبيد. ممتاز يا عبيد. شكراً. يبدو أن هناك أحداً سيشتري لعبيد طبق دجاج. لحظة، فلنفعل السباق مرة ثانية، وإذا فزت فسوف أحضر لك هذه المرة أكبر طبق دجاج. في هذه الحالة، الذي يصعد إلى الطابق الثاني على الدرج ويصل أولاً هو الفائز. لا داعي لهذا السباق يا عبيد. أعرف، لكن علينا فعل ذلك. استعدوا، اثبتوا، انطلقوا. هذا السباق متعب. لا تستسلم يا سالم، استمر، يجب أن نهزم عبيد، يلا. تعبت كثيرا. هيا اركض يا سالم، بقي القليل وسنصل قبله. عبيد، كيف حالكم يا شباب؟ لقد تأخرتم. كيف وصل؟ كيف فعل هذا؟ ها؟ أنا أحتاج إلى الأكسجين. بدأت أرى اثنين عبيد. دعني أشرح لك، هذا عمر، وهو الذي رأيتموه خارجاً من الفيلم ويأكل المثلجات. كان يجب أن تثقوا بعبيد وأن لا تشكوا بصدقه، والآن أنتم يجب أن تعتذروا منه. وأكبر طبق دجاج وساندويش أيضاً. بصراحة نعتذر لأننا شككنا بصداقتك. أنا آسف كثيراً يا عبيد. لا بأس، دعونا نشاهد الفيلم أولاً. مع السلامة يا شباب، استمتعوا بالفيلم. ألن تنزل على الدرج؟ بصراحة هذا مضحك جداً يا عمر. عبيد واحد يكفي، لكن اثنين هذا صعب.
السلام عليكم، معكم الكابتن خالد. نحن على وشك الهبوط، يرجى ربط أحزمة الأمان. عبيد، هل أنت جاد الآن؟ لا أظنها فكرة جيدة. بصراحة هبوط ممتاز يا كابتن. شكرا لك يا بني. ماذا جرى لك يا عبيد؟ أظن أنه كان يجرب أسلوبا جديدا، أسلوب الميلك شيك. حسنا يا شباب، لقد وصلنا. بينما نفرغ الأمتعة، اذهبوا واستكشفوا المنطقة. لكن انتبهوا جيدا إلى أنفسكم. عبيد؟ ليس أنا، هذه الهرة هي التي أخفتني. يا للروعة، جميلة جدا، انظروا إليها. هيا فلنأخذها إلى المنزل معنا. لا، يجب أن نتركها هنا، هذا موطنها الأصلي. لكن يا منصور. لا يا عبيد، لا، إنها هرة برية وهي تنتمي إلى هنا. أجل يا عبيد، منصور محق. حسناً حسناً، وداعاً يا هرتي. أهلا بكم يا شباب. إذن استمتعتم بالرحلة؟ أجل طبعاً، كانت رائعة. تعالوا إذن استريحوا واشربوا العصير. ها، من يريد العصير؟ لا تريد شيئاً يا عبيد؟ أريد الحليب في طبق صغير. عبيد؟ لماذا تريد الحليب في طبق صغير؟ ما هذا الصوت؟ عبيد؟ أوه، كيف دخلت إلى هنا؟ عبيد، أنت عدت لتحضر الهرة؟ عبيد، هذه هرة برية، ونحن لا نربي الحيوانات البرية كحيوانات أليفة. أعدها إلى بيئتها الطبيعية. لكنها تبدو لطيفة جداً. هيا سترتاح هنا حتى تعيدها. أحضرت لها الطعام لكي تأكل عندما تجوع. نانو، انظر، هذه هرة برية. هرة برية، دعوني أتأكد من هذا الأمر. تبدأ الآن عملية المسح. هيا يا شباب،
يكفي لعباً معها، فلنخرج من الغرفة. تحليل معلومات الهرة البرية. أنا لا أعرف لما تزعج نفسك، إنها مجرد هرة صغيرة وعادية. حسناً، إذن لماذا وجدناها في الجبال؟ إن هذه الهرة تنتمي إلى فصيلة بانثيرا باردس، والمعروفة أيضاً باسم نمر الجبل العربي بانثيرا باردس. ماذا؟ يجب أن نخرج النمر من المنزل. بصراحة أنا لست مرتاحة بوجوده يا خالد. أنا متأكد أن هناك خللاً في الموضوع. هذه الهرة مسالمة للغاية ولطيفة للغاية، يستحيل أن تكون واحدة من الهرر الكبيرة. يجب أن نعيدها إلى موطنها، أمها ستبحث عنها. أحضرها يا عبيد. ما المشكلة يا عبيد؟ الهرة أكلت كل شيء، وفجأة أصبحت كبيرة جداً بسرعة كبيرة جداً. كبيرة؟ فلنذهب ونحضرها. لا لا تفعل، لقد أصبحت كبيرة هكذا. ولكن هل جننتم؟ إنها كبيرة جداً وخطيرة. عبيد، إنها الهرة الصغيرة نفسها، انظر. الأم أتت لأجل صغيرتها، إنها هنا. لقد أخبرتك ولكن لا أعرف لماذا لم تصدقني. أبي، ماذا سنفعل الآن؟ يجب أن نعيدهم إلى موطنهم الأصلي، ولكن كيف؟ وجدتها، أنا أعرف كيف. نحتاج إلى قطعة لحم وصندوق كبير ونالو. أحسنتم يا شباب، عمل جيد. وداعا يا فرفور. فرفور؟ يا شباب، أريد أن أريكم شيئاً مذهلاً. انظروا ماذا وجدت. إذاً قولوا لي، هل رأيتم يوماً ما بيضة دجاج بهذا الحجم؟ لكن هذه لا تبدو كبيضة دجاج. نانو، أتستطيع تحديد نوع هذه البيضة؟ نوع البيضة جاري التحديد. انتهى المسح، حدد النوع. هذه البيضة تنتمي إلى سلحفاة العملاقة، والتي يمكنها أن تنمو إلى 4 أقدام. عبيد، ماذا قلنا لك؟ محصول! محصول! محصول!
يا شباب. اسمعوا، ما رأيكم أن تخرجوا وتستكشفوا المنطقة؟ في الأدغال؟ أجل أجل، في الأدغال أو في أي مكان بعيد عن هنا. فكرة ممتازة يا مريم. أوف. حسناً، أظن أن المكان أصبح مملاً هنا. أنا أحب الملل. آخر مرة ذهبنا فيها إلى الأدغال لم تكن الرحلة مملة. صحيح، كان على وشك أن يأكلنا طائر عملاق. أنا لم أقل شيئاً. لن يؤكل أحد. هيا يا عبيد. نانو، هل تساعدني؟ حسناً يا منصور. هيا بنا نذهب. لكن لا تبتعد كثيراً عن المنتجع. حسناً أمي. أعطني هاتفي. مالا نانو؟ أعطني. نانو، يكفي، أعد إليه الهاتف. حسناً. شكراً تركي، لقد أحسنت عملاً. لقد فرغت البطارية. عادي، نحن في رحلة استكشاف، استمتع. حسناً، والآن ماذا تريدنا أن نفعل؟ نعود إلى الفندق؟ مستحيل، فلنذهب يميناً ونصعد الجبل. هيا، فلنسبح إلى هناك، هذا الطريق يؤدي إلى البحر. بوفيه الفاتور، تناولت الفاتورة 3 مرات اليوم. سأتسلق بدلا من السباحة. أحتاج إلى الراحة، فلنسبح. إذن فلننقسم ونلتقي هنا بعد ساعة. جيد، نراكم لاحقا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا شباب. برد. أجل، المسبح أفضل من هنا. بحر لطيف. هذه هي النهاية يا منصور. الموز 1 وعبيد 0. هذا الخيزران قوي. صحيح، أعطني العصا التي معك، عندي فكرة. طائرة، أنت عبقري. ارميها. أعطني إياها، دعني أجرب. حسناً، لا بأس، أساساً نحن يجب أن نعود الآن. بسرعة، إلى الأدغال. أسرع، أسرع. أظن أننا أضعناه. أين هم الشباب؟ تركي! سالم! عندي فكرة، يمكننا أن نجعل نانو يبحث عنهم. نانو، اذهب وابحث عنهم. حاضر منصور. شكراً نانو! التكنولوجيا، كم أحبها! هل تظن أننا في أمان هنا؟ أمان؟
أترى ما نحن فيه؟ على الأقل لا يستطيع الفهد أن يمسك بنا. يبدو أن الفهد متسلق ماهر. تظن؟ لحظة، أعطني هاتفك. صحيح، هاتفي. سالم، ما الذي فعلته؟ أنا أعرف، رمية ممتازة، صحيح؟ كنا نستطيع الاتصال وطلب المساعدة من أحد ما. صحيح. هيا أصعد، أصعد، أصعد. هيا أسرع، أسرع، فلنذهب من هنا بسرعة. لقد علقنا، ماذا سنفعل الآن؟ سالم، تركي. نانو. عبيد، انظر، هذا فهد. إنهم عالقون، يجب أن نطلب الإنقاذ بسرعة. سأطلب حفر السواحل، ليس لدي إرسال. أرجوكم. منصور، ماذا سنفعل؟ تعال، فلنصعد إلى التلة. مرة ثانية. مبارزة سيوف مرة ثانية؟ ليس لدينا وقت لفعل هذا الآن. هذا ليس لمبارزة السيوف. بسرعة، اقطع لي بعض الأوراق الكبيرة. لماذا؟ سننقذهم عن طريق الجو. بسرعة. حسناً، سوف تطير بهذا الشيء؟ نحن سنطير بهذا الشيء. لا. هيا يا عبيد، أحتاج إليك. ساعدونا. وأصدقاؤنا يحتاجون إلينا. هيا، لا وقت لدينا. إما ننجح أو نفشل. فرصة سعيدة، أنني تعرفت عليك يا ابن خالتي. انتبهوا. استعدوا. لا تقلق سالم، يجب أن تقفزوا. استعدوا. نحن مستعدون الآن. الطائرة فقدت توازنها بسبب الفهد. سالم، تركي، عبيد، غصنوا الشجرة. ماذا نفعل الآن؟ تأخرتم، ولكن قل شكراً. هيا، دعونا نهبط قبل أن تتفتت الطائرة. هذا هو المنتجع. نحن نهبط. ممكن لو سمحتم الآن أن نفعل شيئاً مملاً. ها، أخيراً عدتم. ماذا فعلتم طوال هذا الوقت؟ تعرف، قصص الأدغال، السير واستكشاف البرية. البرية؟ يبدو أنكم استمتعتم وأصبحتم خبراء في الأدغال. لماذا لا تأخذونني معكم؟ بدأت أشعر بالملل هنا. ماذا جرى لهم؟ أظن اشتاقوا إلى الملل قليلاً.
افتحوا أعينكم جيدا. وجدته وجدته، هناك هناك. لا، ليس مجددا، عاد الخلل. أجل للأسف، لكن التجربة كانت رائعة فعلا. أوه، كأنها حقيقية. أعرف، لكنني ظننت أنني أصلحت الأعطال كلها. سوف يتم الإعلان عن نظام اللعبة خلال أسابيع قليلة. أوه، أي خلل بسيط قد يعطل عملي لأشهر. لا أستطيع أن أفهم كيف حصل هذا الخلل، وأدواتي ليست بحوزتي الآن كي أكشف على هذا النظام. ربما أستطيع مساعدتك نانو. يمكنك أن تقوم بكشف كامل على النظام لو سمحت. النظام ليس مجهزاً لستة لاعبين. ستة؟ أنتم أربعة فقط. ستة لاعبين كانوا في اللعبة، اثنان ما زالوا يلعبون فيها. أحد ما اخترق ابتكار الثوري الجديد في عالم منصات الألعاب. بسرعة، أين هم الآن؟ في المستوى الثامن، مستوى الأدغال. مستوى الأدغال؟ لكنه سري للغاية. سري للغاية؟ إذن من الذي؟ أوه، بالتأكيد سمير ومنير لهم علاقة بالموضوع. سمير ومنير هم لصوص مخترقون معروفون. إذا وصلوا لشفرة الباب الخلفي فسيتمكنون من سرقة كل شيء، وأنا قمت بوضع الشفرة في مستوى الأدغال. هذا يعني أنهم قريبون كثيراً منا. إذن يجب أن تدخل الآن وتوقفهم. أنا مطور ماهر، لكن لست لاعباً ماهراً مثلكم. أيمكنكم مساعدتي؟ نظام اللعبة هذا ممتاز. صحيح، وسيرتفع عدد زوار المنتدى الخاص بي بشكل كبير حالما ننشر اللعبة على الموقع. بصراحة، أفضل شيء فعله محمود أنه وضع باباً خلفياً سرياً للشيفرة. لا أظن أنه توقع أن يكتشف أحد ما هذا المكان. ليس علينا سوى أن نصل إلى الباب الأحمر هناك، والمعلومات ستصبح ملكنا بكل سهولة. هذا إذا لم نصل نحن قبلكم. كشفوا أمرنا. ممتاز. كنت قلقا من أن تكون اللعبة سهلة جدا. هيا نلعب. فاشلون. لا نستطيع اللحاق بهم. سريعون للغاية، لن نستطيع الإمساك بهم في الوقت المناسب. كنت أتوقع حدوث هذا الأمر، لهذا السبب قمت بتحميل ألعاب أخرى، والآن أنا أدمجها مع هذه اللعبة. هذا سيبطئ حركتهم. انظر، الباب هناك. هيا هيا. ماذا يجب أن نفعل الآن؟ تفعيل آلية المراوغة. هذا معقول؟ هيا تعالوا. يجب أن أدخل وأساعدهم. هذا الجهاز فريد من نوعه، إمكانياتك في اللعبة لا يحدها إلا خيالك. استخدم خيالك يا منصور. أكيد، ما من أحد أفضل مني في التخيل. شباب، استخدموا مخيلتكم. Thank you.
أين عبيد؟ إبداع! تعجبني مخيلتك يا عبيد! إلى الأمام! يبدو أن هذه المطاردة لن تنتهي. أفضل طريقة لكي نوقفهم هي أن نخرجهم من النظام. تقصد أننا سنطفئ خوادم الأمن بشكل يدوي؟ تماماً. أنت تعال معي، وأنتم افعلوا المستحيل لكي تصلوا قبلهم إلى الباب الأحمر. وعندما تصلون ليس عليكم سوى أن تضغطوا على الجرس الموجود عند الباب، وسيمسح الباب الخلفي وسيطردهم النظام مباشرة. ماذا؟ لكن بالتوفيق. بسرعة. نعتذر، لكن نحن على عجلة من أمرنا. تعالوا إلى هنا. لا، هناك. توقفوا. من فريد إلى القيادة، أنا أطارد أولاداً يحاولون سرقة العربات، أحتاج إلى الدعم. بسرعة، بسرعة. لا. هذا أفضل. ممتاز، ديناصورات مجدداً. وهل يجب أن تلحق بنا ديناصورات؟ يكفي، أنا ملل. صحيح، ولا نركض. بسرعة. هناك حافة أمامنا. أجل، لكن انظر، فلنقفز إلى هناك. لا، ليس عليك سوى أن تتخيل أنك تفعلها، ستنجح، لا تقلق، اتبعني فقط. سالم. توقفوا! توقفوا! انظر، الغرفة هناك. لا يوجد حل آخر. هاي، نجحت. ها؟ هذا الولد الصغير هزمنا؟ كيف سنظهر في حلبات الألعاب مجددا؟ هذا ما كنا نحاول أن نخبركم به. انتهت اللعبة. اتضح أنه ليس هناك خلل في نظام اللعبة التي صممتها. لا أستطيع انتظار إصدارها. شكراً لكم جميعاً في المساعدة على اختبار اللعبة. سوف تكونون أول من يحصل على الجهاز فوراً عندما تصدر اللعبة. أما الآن أعملوا على لعبة جديدة ستحبونها، وهي حديقة الديناصورات. لا! Thank you.
كل عشاق فنون القتال، أهلا بكم في مباريات التقييم في حلبة الجيوجيتسو الوطنية. سوف نبدأ اليوم بمباريات فئة الحزام الأصفر، وسيكون في البداية حبيب الجماهير المفضل المقاتل سالم. كما يبدو فالحكم قلق من حركة سالم البطيئة. منصور، أي يمكنك أن تشرح للمشاهدين عبر التلفاز ما الذي يحصل هنا؟ يبدو أن سالم خائف على سلامته. صحيح يا منصور، ولكن هذا هو سالم الذي نعرفه. هيا سالم ادخل. لحظات وتبدأ المباراة، فلتبدأ الإثارة الآن. هاي يمين. على اليسار. لا، يمينا. يسار يسار. يمينا يمينا. في الوسط. سالم فاز فاز فاز. عبيد، جمال، دوركم، هيا استعدوا على الفور. لا تخاف. ابقى مكانك. أنت بخير؟ شكراً. Huh?
لن أسمح أبداً لمنصور بالفوز هذه السنة. سأفعل أي شيء كي لا أخسر. صحيح، أكيد، لكنك قلت الكلام نفسه السنة الماضية، أتتذكر؟ أتتذكر عندما قام منصور بتلك الحركة وجعلك تتألم؟ لقد فاز يومها بحركة المعصم. أنسيت عندما هزمك أيضاً؟ سوف أريك. يكفي، ما مضى قد مضى، وكما يقول المثل الأول تحول. هذه السنة أنا متأكد أنني سأفوز. كيف؟ بهذه، والآن ساعدوني لألصقها. بسرعة بسرعة بسرعة، هيا. وهنا أيضا. أنا مستعد الآن، سألقن منصور درساً لن ينساه، وسأخذ الحزام الأخضر. ماذا تفعلون؟ هؤلاء الثلاثة مترابطون على التوام، ولا شيء يفرقهم عن بعضهم بعضا.
سالم، استعد للخسارة. هيا هيا. منذ متى وأنت تهزمني أساسا؟ هيا هيا هيا. هذه المرة لن أرحمك. خذ هذه. ها؟ يا شباب، انظروا ماذا اخترعت. أنت اخترعت مسدس الليزر؟ عبيد، هذا ليس ليزر، هذا آخر اختراعاتي. يمكنك القول جهاز استماع خارق. لماذا؟ ما بها أذناك؟ لا مشكلة في أذني، لكن الجهاز يحسن من سمعي، سترون. أنهيت الفرض المنزلي؟ أجل، كان سهلاً. سمعت أن هناك متجراً جديداً في المول. لم تعجبني فكرة التجسس على الناس. كيف يمكن أن نستفيد من الجهاز؟ أنا قريب من موقع الاجتماع الآن. أنت متأكد؟ لم يتبعك أحد؟ لحظة، عبيد، أعد الجهاز نحو الرجل. هذا الرجل؟ أنا متجه إلى مكان الاجتماع. المكان خالٍ. ما هي المهمة؟ نحن مستعدون. أكرر، نحن مستعدون. ما الذي يجري؟ هل تظن أنهم جواسيس؟ سأكون في المقهى خلال 30 ثانية. هيا فلنتبعه. ها؟ نتبع جاسوساً؟ متأكد أن هذه الفكرة جيدة؟ لكن نحن لسنا متأكدين أنه جاسوس يا سالم. حسناً، ربما يريد أن يشرب القهوة فقط. غريب، اختفى بلمح البصر. الآن تأكدنا أنه جاسوس. هيا بنا. حسناً، أظن أننا أضعناه. لنذهب ونشتري المثلجات. دعونا نجرب الجهاز، ربما نجده. نذهب مساءً. الخطة سهلة، لديك كل المعدات؟ هذا هو، هذا هو. الرجل يقف وراء النخل، فلنقترب. الليلة نجمة بغداد ستكون لنا. سنصبح أغنياء، لكن يجب أن نكون حذرين. أي خطأ ونعود إلى السجن. متى نتحرك؟ خلال 30 ثانية سوف ندخل قبل أن يقفل المكان، وبعد ذلك عندما نصبح وحدنا نبدأ العمل. من هي نجمة بغداد؟ نجمة بغداد، نجمة بغداد. هاي، انظروا، السؤال هو ما هي نجمة بغداد وليس من هي. نجمة بغداد هي أكبر جوهرة في العالم. هذا يعني أنهم ليسوا جواسيس، بل إنهم لصوص. يجب أن نوقفهم. لكن نحن لا نعرف إلى أين يذهبون. هذا سهل، نفترق ونلحق بهم. نجمة بغداد في المتحف. إذا لم نوقف اللصوص لن تبقى الجوهرة في المتحف. يجب أن نخبر المدير. اتبعوني. كيف أخدمكم يا شباب؟ الموضوع بخصوص نجمة بغداد. نعتقد أن هناك أحداً يخطط لسرقتها. يسرق نجمة بغداد؟ غير معقول. لا، معقول. نحن كنا نظنهم جواسيس في البداية. بعد ذلك عرفنا أنهم يريدون سرقة الجوهرة. من هم؟ عصابة مكونة من شخصين، سمعناهم على الكورنيش، يخططون لسرقتها الليلة. بالفعل خيالكم واسع يا شباب. أود أن أطمئنكم، مستحيل أن يستطيع أحد سرقة النجمة. لدينا أفضل نظام حماية في هذا المكان. نحن لا نعرف كيف سيسرقونها. ما نعرف أنهم في طريقهم إلى المتحف، لأننا كنا نلاحقهم. تعرفون؟ اتبعوني، دعوني أريكم كيف نحمي كنوزنا في هذا المتحف. أقدم لكم نجمة بغداد. عجيبة! أكبر جوهرة في العالم، قديمة جداً، الكثير من الملكات لبسنها. لا توجد جوهرة في العالم تضاهي جمالها. كبيرة جداً. والآن ما رأيك أن تأخذ الجوهرة؟ ها؟ هيا حاول، حاول أن ترفعها من مكانها. تماماً، من حسن حظكم أنه لدي هذا المفتاح الذي سيخرجنا من هنا.
هاي، ما الذي حصل؟ لا تقلق أبداً يا عزيز، هذا مجرد اختبار لكي يرى الشباب كيف نستطيع أن نحمي جوهرتنا. حسناً. رهيب، أحب الليزر. أشعة الليزر هذه لا تسمح حتى للذبابة أن تمر. كما ترون هنا نجمة بغداد تحت حماية تامة. هذا هو المفتاح الوحيد. يجب أن نذهب الآن يا شباب، هذا وقت إغلاق المتحف. هذه زوجتي، اسمحوا لي، ستخرجون بأنفسكم لأني تأخرت. اذهبوا نحو المخرج ولا تقلقوا على الجوهرة، إنها بأمان. لماذا تأخرت؟ أنا أنتظرك منذ ساعة. نسيت اختراعي في مكتب المدير، سأذهب لإحضاره. اسمعوا، سوف ننتظر حتى يخرج الجميع وبعد ذلك نتحرك. اللصوص هنا، يجب أن نحذر المدير. الباب مقفل، لا نستطيع الخروج. رائع، نحن محتجزون في متحف مخيف للغاية وأيضاً مع عصابة لصوص. ماذا سنفعل الآن؟ نتصل بالشرطة، البطارية فارغة. وأنا أيضاً. وأنا هاتفي مشحون بالكامل، لكن في المنزل. إنهم قادمون. بسرعة إلى فوق. هذه الجوهرة. جهاز الإنذار سيعمل. ممتاز يا سعيد، سرقوا نجمة بغداد، يجب أن نوقفهم قبل أن يهربوا. ماذا سنفعل الآن؟ عندي فكرة. هاي. لحظة، أنا عندي خطة أفضل. لكن أنا عندي فكرة أفضل من تلك، انظروا. هاي. منصور، ماذا تفعل؟ شكراً يا شباب، بفضلكم نجمة بغداد بأمان، يمكنكم زيارة المتحف متى شئتم ومجاناً طبعاً. شكراً يا حضرة المدير. أنا أعتذر فعلاً، لم أسمع كلامكم من البداية. هل أصمم لك مثل هذا الجهاز؟ هاهاهاها